متى تجب الزكاة في المال؟ الحقيقة ده كان سؤال من ضمن الأسئلة اللي وفدت على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، وكان صاحب السؤال بيقول كنت عايز أعرف أخرج زكاة المال إزاي؟ أنا عندي مبلغ في بنك بالغ نصاب، ومبلغ أقل من 10,000 جنيه، ومبلغ في بنك تاني مش وديعة ولا استثمار وليس له عائد أو فوائد، هل أخرج زكاة على المبلغ الأصلي ولا ايه؟ وكل عام هجري بطلع، ولا كيف يكون يعني اخراج هذا الامر؟ طبعا اخي الفاضل، مقرر شرعا ان الزكاة ركن من اركان الاسلام، بلا شك انه نص الشرع على ضرورة تحقق مجموعة من الشروط في المال حتى تجب فيه الزكاة، يعني لازم تتوفر فيه هذه الأموال الشروط عشان أقول لك إنه ده يجب عليك إخراج الزكاة فيها. أول حاجة بلوغ النصاب. بلوغ النصاب وهو ما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. تاني حاجة إنه يمر عليه عام هجري كامل من غير ما ينقص عن هذا النصاب. لو نقص يبقى خلاص اختل شرط أو لم تجتمع جميع الشروط. فأنت من غير ما ينقص هذا المال أو ينتقص من هذا المال خلال هذا العام. وكذلك من الأمور المهمة اللي أنت حضرتك تبقى عارفها أنه إذا تحققت هذه الشروط، إذا تحققت هذه الشروط في هذا المال يبقى وجب إخراج 2.5% عن هذا المال. إذا تحققت هذه الشروط ووجبت الزكاة في المال فيقوم المسلم ساعتها بإخراج 2.5% من مجموع الأموال التي يملكها. وفي واقعة السؤال اللي معانا ان انت بيتم الاصل انك مش بتخلي كل مال لوحده، انت بتجمع كل اللي عندك، يعني يتم جمع هذه الاموال جمعها وتطبيق تلك الشروط عليها. فانا حاطط هنا في البنك ده وشايل عندي في البيت وحاطط في مكان تاني باستثمار او في بنك اخر، انت بتجمع ده وبتشوف بالغ النصاب مر عليه من يوم ما بلغ النصاب، مر عليه حول او سنة قمرية، خلاص كان كده بطلع 2.5% يا أخي الفاضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.